هو ان يمكن اليوم نهضر كحقوقي كرئيس الفرع ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ولكن هني بعدا الاخوان اللي عانقوا الحريه ديالهم سواء صحفيين او مدونين او مواطنين عاديين، وكذلك نتمنى الاطلاق الصراح ديال كافه المعتقلين السياسيين والمعتقلين الرايين. بالنسبه لنا هذه المحطه هي حق انتصار ديال الحركه الحقوقيه في المغرب، وكذلك التضحيات اللي قاموا بها المناضلين الحقوقيين والتضامن اللي كان مع الاسرى ومع المعتقلين، وكنتمناو بانه يتم واحد الانفراج على مستوى الحقوقي، سواء تعلق الامر بالحقوق ديال السياسيه والمدنيه والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وكذلك الحقوق ديال التنظيم، حق في التنظيم والحق في الحصول على وصول الاداء، الحق في الانشطه داخل القاعات العموميه اللي هي في حق واحد الحصار اللي بناه المخزن على هذه الحركه الحقوقيه وبناه هذه القوى الديمقراطيه اللي هو غير مبرر. في الوقت اللي كنا كنقولوا بان كانت بعض المكتسبات جزئيه في بدايه 2000، هذه المكتسبات الجزئيه اللي كنا حصلنا عليها في النضالات الحركه الحقوقيه تم التراجع عليها وبشكل خطير، ولقينا ولينا كنشوفوا بانه العدد ديال الانشطه كتمنع، المضايقات على المناضلين، المنع ديال الانشطه، محاكمات سوريه، واحد العدد ديال الحوايج اللي كتنافى مع مبادئ حقوق الانسان، رغم ان الدستور المغربي كينص على انه في البنود الاولى ديالو بانه كيحترم حقوق الانسان. وهذا الشيء بالنسبه لنا حنا الا كانت شي تنميه ديال الدوله او شي تقدم ديال اي مجتمع ما يمكن ان يكون الا بالاحترام ديال حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكما نورمالمون كاع الدول المتقدمه اللي عانقت التقدم عانقت بالحريه وبالكرامه وبالعداله الاجتماعيه وبالمساواه الفعليه. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.